الأسبوع العشرون من الحمل يمثل بداية المشاكل التي سوف تواجهها بشكل دوري أثناء فترة الحمل، مثل مشاكل النوم، كما أن بطنك تصل إلى ارتفاع الصرة ومن المستحيل تجاهلها. أنت في منتصف الحمل وفي معظم الوقت تشعرين بشكل أفضل من ذي قبل. عادة في الحمل الأول تبدأ الحامل بالإحساس بالحركات في الأسبوع العشرون من الحمل، وفي الحمل المتكرر في بعض الأحيان قبل أسبوعين من ذلك. الحركات التي تشعر بها المرأة الحامل في الأسبوع العشرون من الحمل تكون خفيفة جدا وتشبه الفقاعات والدغدغة، وهنالك مشاعر وأحاسيس أخرى غير محددة في بدايتها. إن الإجابة على السؤال الذي يتبادر إلى ذهنك الآن لا، زوجك لا يستطيع حتى الآن أن يشعر بهذه الحركات. خلال هذه الفترة يخضع عنق الرحم للاختبار، وفي مجموعات الخطر مثل النساء الحوامل بتوأم أو النساء اللاتي تعرضن لحالات الإجهاض في الماضي قد يقصر أو يفتح دون الشعور بآلام المخاض. في مجموعات الخطر هذه يجب على طبيب النساء أن يفحص طول عنق الرحم. في هذا الأسبوع يكون رحمك قد وصل إلى ارتفاع الصرة، وفي الأسبوع 32 يصل الرحم إلى نصف المسافة بين القفص الصدري والصرة، وفي الأسبوع 38 يصل الرحم إلى ارتفاع القفص الصدري. أما في الأسبوع 40 من الحمل فإنه يكون بعيدا بحوالي 2 سنتيمتر عن القفص الصدري. أصبح طول الجنين الآن حوالي 16.4 سنتيمتر، أما وزنه فهو حوالي 0.3 كيلو جرام. خلال هذه الفترة يقضي الجنين الكثير من الوقت في داخل الرحم في مص الإصبع، والتغيرات الرئيسية التي تطرأ عليه هي نمو الأعضاء الموجودة وتراكم الدهون. إذا كان لديك طفلة أنثى في بطنك ففي هذه الفترة تتكون في داخل مبيضيها معظم البويضات التي سوف تكون لديها في المستقبل. إن عدد البويضات لديها سوف يتناقص مع مرور الوقت. في الأسبوع 20 من الحمل تبدأ الأسنان الدائمة بالتكون، وهي التي تظهر بعد أسنان الحليب التي تكون قد تكونت منذ بعض الوقت. بالإضافة إلى ذلك تتطور في دماغ الطفل الخلايا العصبية الحركية المسؤولة عن الحركة، لذلك يمكنه منذ الآن التحرك والتصارع مع نفسه في داخل الرحم. إذا لم يتم إجراء فحص المسح المبكر حتى الآن ينصح بإجراء فحص المسح المتأخر وفحص الموجات فوق الصوتية الشامل، وهو فحص مسح مكمل لفحص المسح المبكر، على الرغم من أن هناك نساء يكتفين بهذا المسح المتأخر فقط. من المهم أن تفهمي أن الحمل ليس مرضا، لذلك يجب أن تقومي بكل النشاطات التي قمت بها حتى الآن، مثل إقامة علاقة حميمة وتغذية سليمة وتمارين اللياقة البدنية وغير ذلك، إلا إذا نشأت مشاكل معينة فيجب التعامل معها بشكل محدد. في الحالات التي تشعرين فيها بالدوخة يجب الحرص على الإكثار من الشرب. كيف يمكنك أن تعرفي إذا ما كنت تشربين بما فيه الكفاية؟ الجواب وفقا للون البول، كلما كان فاتحا كان ذلك أفضل. إذا كنت خائفة من أن تنسي هذه القاعدة فهذه جملة يتم تعليمها للأطفال الصغار. عادة البول الأصفر ليس جيدا، البول الأبيض هذا ممتاز، البول الشفاف أنا بطل. لا تخافي من شرب القهوة، غالبا ما تعاني النساء الحوامل من الدوخة والسبب انخفاض ضغط الدم. 3 أكواب من القهوة بشكل يومي من شأنها أن ترفع ضغط الدم إلى مستوى جيد. بشكل عام في السنوات الأخيرة انقلبت المعتقدات ولم يعد يعتقد بأن القهوة سيئة.